أهلا بكم مشاهدينا الكرام. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط الأستاذ طلحة جبريل الإعلامي الكاتب المتخصص في الشؤون الأمريكية. أستاذ طلحة جبريل أهلا بكم. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا بالمشاهدين. بالنظر إلى الملفات القضائية لدونالد ترامب، في أي سياق تندرج هذه القضية بالذات؟ أنا أعتقد بأنه حكم التشهير مخفف جدا قياسا إلى التهمة الأساسية بأن كانت هناك عملية اغتصاب، وبالتالي بما أنه فرضت عليه غرامة يعتبر في القانون الأمريكي عقوبة، يعني لا 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 العقوبات لا تعني بالضرورة السجن أو شيء من هذا القبيل، وهي عقوبة، وهذه العقوبة السلبي بالنسبة للرئيس ترامب أو الرئيس السابق دونالد ترامب أنها ستسجل في سجله العدلي، يعني في السجل العدلي هناك غرامة بتهمة التشهير وجهت له، ووجد هيئة المحلفين بأنه مداد وبالتالي أصدرت عليه هذا الحكم بالغرامة. هل يؤثر ذلك على حظوظه الانتخابية والسياسية من أجل التنافس على الرئاسيات أم لا؟ هناك لا توجد هنا جنحة ولا توجد جناية، تقصد؟ لا جنحة وجناية، لأنه على سبيل المثال هناك جنح تمنع وجنايات، الجنايات بالتأكيد تمنع أي شخص أمريكي وجه في أمام يعني أدين أمام محكمة بجنحة لا تسمح له بالترشح لأي شيء يتعلق بالترشيح بصفة عامة، سواء كان عضو كونغرس، عضو مجلس ولاية، الرئاسة إلى آخره. فبالتالي هي لا تمنع أو لا تحول دون أن يقدم ملف ترشيحه، إلا إذا كان هناك بطبيعة الحال استئناف لهذا الحكم من جهة ما، ولكن أتصور بأن الأمور واضحة. رد فعل ترامب نفسه، عذرا على المقاطعة أستاذ طلحة جبريل، رد فعل ترامب نفسه كان يعني منزعج جدا من هيئة المحلفين ومن هذا الحكم، واعتبر نفسه مظلوم، ولربما ذلك يحيي بأن المسار القضائي لم ينتهي بعد. صحيح، لأنه أي ما دام هو أنا سمعت هذه التصريحات أنه يعتقد بأنه هو مظلوم، معنى ذلك يفتح الطريق أمام محاميه من أجل الاستئناف، لأن هذا في هذا درجة من درجات التقاضي، وبالتالي بالتأكيد يعني اتجاهه للاستئناف ربما يغير الحكم. إنما الإشكال هو كيف تعامل الإعلام الأمريكي مع هذه القضية، تعامل معها على أساس أنها تقلل حظوظه في أن يعود من جديد إلى البيت الأبيض، يعني خلق التشويش ما في ذلك شك، وهذا التشويش سيكون بالتأكيد حاضرا في مؤتمر الحزب الجمهوري الذي سيقرر في نهاية الأمر هل يرشح ترامب أم لا يرشح. طيب، خصوصية هذه القضية أنه أيضا هو لم يتابع في الإطار الجنائي، لأن هناك تقادم للأفعال المنسوبة إليه، لكن في المنظور السياسي لتداعيات هذا الملف، هل تعتقد أنه على المستوى الحزب الجمهوري ذلك مؤثر أم لا؟ أنا أعتقد مؤثر، ومؤثر جدا، لأنه خصمه وهو كما نعرف في فلوريدا خصمه الأساسي بالتأكيد استعمل هذه الورقة حتى قبل صدور المحكمة، أنه لا يجوز أن يكون هناك ظلال على المرشح الجمهوري. ولا ننسى بأنه على الرغم من أنها غرامة ومبلغ كبير على أي حال 5 مليون دولار، ولكن هذا لم يحدث نهائيا في تاريخ الولايات المتحدة أن أدين شخص أمام محكمة وفيها هيئة محلفين كان يتولى الرئاسة. على سبيل المثال البعض ربما يتذكر ريتشارد نيكسون وقضية ووترغيت، نيكسون لم يمثل أمام محكمة. بالنسبة لبيل كلينتون وقضية مونيكا أيضا لم يمثل أمام محكمة، بل أقر بأنه كانت هناك علاقة سماها اسم آخر أو شيء من هذا القبيل، والقضية كانت في إطار الكونغرس فقط. أما المحكمة وهيئة محلفين فهذه تعتبر
ما يعني في سجل سابقة قضائية، هل تمنع أو لا تمنع؟ هذا كما شرحت بأنها ليست جنحة وليست جناية حسب القانون الأمريكي، ولكن بالتأكيد ستلقي ظلالها على مسألة الترشيح، وستعطي فرصة لخصومه داخل الحزب الجمهوري قبل أن نتكلم عن الحزب الديمقراطي الحزب المنافس للنيل منه، وبالتالي ربما قطع الطريق عليه من أن يخوض انتخابات من جديد، وهي ستكون في الواقع أغرب انتخابات كانت إذا كانت بين دونالد ترامب وجو بايدن، لأنه هذه لأول مرة أن يترشح يعني رئيس فاز. ما دام أن ترامب، عذر عن المقاطعة، ما دام أن ترامب قابل لإعادة الترشيح وقابل لإعادة المنافسة، فهل كل هذه الأضواء التي تسلط عليه ألا تعيده أيضا إلى دائرة الاهتمام في الوسط الأمريكي أم لا؟ بالرغم من أنه واسم ترامب مذنب في الولايات المتحدة الأمريكية يتصدر المنصات الاجتماعية هناك. لا، هي تعيده للأضواء، بالتأكيد تعيده للأضواء، لأن بالنسبة كخبر وكموضوع مادة، ولاحظنا بأنه على سبيل المثال يعني شبكات وازنة وصحف وازنة في أمريكا خصصت لها مساحات كبيرة جدا، وهذا يدل على الاهتمام الإعلامي، ونحن نعرف الماكينة الإعلامية الأمريكية عندما تتحرك طبقا لرؤى واهتمامات المتلقي سواء كان مشاهدا أو مستمعا أو قارئا، فأعتقد بأنها ستكون لها دوي كبير في الولايات المتحدة. شكرا جزيلا لكم الأستاذ طلحة جبريل الإعلامي الكاتب المتخصص في الشؤون الأمريكية على كل هذه التوضيحات.